صباح الخير من الشيخ شادي ومن جريدة النهار، واهلا وسهلا فيكم بشهر 12 2012، شهر الاعياد. اليوم راح اعرفكم عن نوع من الحبوب جديده او في عالم كمان بيعرفوها، اللي هي الكينوا. كل كبايه من الكينوا بدها حوالي 3 اكواب من المي اذا بدنا نسلقها من دون ما نكب المي. اما اذا بدنا نسلقها وبعدين نصفيها، لكل 100 جرام من الكينوا بدون لتر واحد من الماء. قطعنا البندورة والخيار والبصل والفلفل كمان الأخضر، والنعنع حطيناه هيك مورق بعقد، والبقدونس. وهلا شو بنزيد؟ العصير الحامض، يعني عصير الليمون الحامض، زيت الزيتون، ملح وشوية فلفل، وبعدين بنضيف الكينوا اللي صارت باردة. جربوها اوكي، وردوا علي خبر. ننتظركم الاسبوع القادم.